بسم الله الرحمن الرحيم. أكشن باك فور فورث جريد، الصف الرابع. الكتاب الملون بيوبلز بوك، وكتاب الأكتيفيتي النشاط الكولر ليس وان. Today I'd like to study with you، رح أدرس معاكو بيج 5، turn to بيج 5 من الأكتيفيتي ومن الكتاب الملون. Please my kids be fine and do your best to help me. Ask your mom to help us. Okay. شايفين كيف؟ Ask and answer، اسأل واجب. شرحها على الدفتر بطريقة سهلة. Ask and answer، اسأل واجب. طبعا اللي بتطلع على الصورة على السريع بيعرف انه الحكي كله عن التايم، عن الوقت. يلا أنا وياكم نتعلم بطريقة سهلة كيف بنإكسبريس، نعبر عن الوقت. طبعا في فيديو خاص بالساعات وبالوقت. Stay with me، رح أعيده كمان مرة بطريقة سهلة. أو على الأغلب يعني الساعات كلها هلأ بستعمله ديجيتال، يعني الساعات الرقمية، بس مفروض إني أنا بعرف طبعا أعبر عن الساعة لو كان عندي ساعة عادية. What's the time، ما الوقت؟ لما العقرب الكبير اللونج هاند يكون على 12 بتكون الساعة تماما. شو بتكون الساعة؟ تماما. بدنا نسمي تماما بالإنجليش أوكلوك. والعقرب الصغير وين ما يكون موجود، على الواحدة أو على التنتين أو على الثلاثة أو على الأربعة، نحكي 1 أوكلوك 2 أوكلوك. المهم العقرب الكبير يكون على 12 عشان يصير الإشي اسمه أوكلوك. صلينا على النبي، اللهم صلي على سيدنا محمد. It's 1 أوكلوك، الواحدة تماما. It's 2 أوكلوك، ثانية تماما. It's 3 o'clock، الثالثة تماما. It's 4 o'clock، الرابعة تماما. 5 o'clock، الخامسة تماما. 6 o'clock، السادسة تماما. 7 o'clock، السابعة تماما. 8 o'clock، الثامنة تماما. 9 o'clock، التاسعة تماما. 10 o'clock، العاشرة تماما. 11 o'clock، الحادي عشر تماما. 12 o'clock، الثانية عشر تماما. إنه العقرب الكبير بيكون على 12، بعرف إنكم بتعرفوا تعدوا الأرقام من 1 لـ 12. الفكرة إنه لازم أحفظهم إملائيا. صلينا على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد. كاتبت لكم اياهم كمان بالبنسل بالرصاص، بالنمبرز، بالارقام، تكتبوهم بالنمبرز وباللترز كمان وبالحروف. كي يس. العقرب الكبير لما يكون على 6 معناها ونص، نص 60 30. لعند 6 بيكون في 30 دقيقه. شو معنى كلمة ونصف؟ هاف باست. العقرب الكبير لما يكون على 6، اوكي، هاف باست. والعقرب الصغير وين ما يكون موجود بنعد ورا الهاف باست. هاف باست 1 ونصف، 1 ونصف، هاف باست 2 تنتين ونص، هاف باست 3، هاف باست 4 الى اخره. هاف باست زائد الساعة، زائد الساعة اللي بيكون العقرب الصغير على رقمها. اتفقنا؟ الجهة اليمين بدنا نسميها جهة الباست من الساعة، جهة الوا. والجهة اليسار بدنا نسميها جهة التو، يعني جهة الإلا. كوتا يعني 15 دقيقة، يعني بتكون من الوحدة للثلاثة، لرقم ثلاثة. أما العقرب الكبير يكون على الثلاثة. بلاش هيك، عملت لكم هون إشي بيشبه الساعة، يعني مش ساعة ساعة بس بيشبه الساعة. هاي شايفين؟ الساعة كم دقيقة؟ 60 دقيقة. شوفين هيك الدائرة الكاملة أو الدورة الكاملة 60. يلا بدنا نسمي هاي نصف وهاي نصف، نصف نصف. هنا هاف باست، بتكون هنا العقرب الكبير هاف باست. هاف باست 1، هاف باست 2، هاف باست 3، هاف باست 7، هاف باست 8، according to العقرب الصغير وين يكون موجود. ويكون عقرب الساعات اسمه العقرب الصغير، والعقرب الكبير بدنا نسميه عقرب الدقائق. شو بدنا نسميه؟ عقرب الدقائق. اتفقنا؟ اللهم صل على سيدنا محمد. بدنا نتفق انه من هون لهون ربع، من هون لهون ربع. كلمة ربع يعني كوتا. ليه سميناها ربع؟ لأنها ربع الستين، لأنها ربع، يعني هون ربع، هون ربع، هون ربع، هون ربع. هلا من هون لهون وربع، من هون لهون إلا ربع. اتفقنا؟ حكينا هاي الجهة سميناها جهة الباص، وهاي الجهة سميناها جهة الإلا. هاي اسمها كوتا باس. دايما الدقائق أولا بالساعات، كوتا باست. وهاي نسميها كوتا تو.
بعدين quarter past one quarter past two quarter past three هون quarter to one to two to three and so on. اتفقنا؟ إذا العقرب الكبير على الستة بتكون one نص. quarter past one quarter past two quarter past three and ليه؟ لأنه 15 دقيقة 15 minutes. إلا ربع quarter to one quarter to two quarter to three quarter to four. شو بعد التو؟ اسم الساعة. اسم شو؟ الساعة اللي بيكون عليها أو متجه إلها العقرب الصغير اللي سميناه عقرب الساعات. صلينا على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد. yes we have هاي الاشي اللي بيشبه الساعة وضحناه. اذا لما العقرب الكبير يكون على 12 بتكون تماما 1 o'clock sit down quarter to 1 sorry 1 o'clock 2 o'clock 3 o'clock and الى اخره. اذا كمان مره لعند الثلاثه بتكون quarter past 1 quarter past 2. لعند التسعه العقرب الكبير quarter to quarter to 1 to 2 to 3 الى اخره. رح ناخذ الساعات كمان عن الكتاب وفي فيديو خاص فيها بتقدروا ترجعوا له. الدقائق اولا، مثلا الخامسه وثلاث دقائق على فرض، الخامسه وثلاث دقائق. اول شيء بناخذ الدقائق، شفتوا اخذت ثلاث دقائق 3 عادي بقدر اكتبها بالنمبرز او باللترز، و معناها باست، هي كتبت باست. بعدين خمسه 5، شفتوا كيف الدقائق اولا. هلا السابعة إلا ثمان دقائق على فرض، أول إيش الدقائق؟ هي أخذت الإيت، شو أخذت؟ الإيت، بعدين إلا عبارة عن تو، بعدين السفن، إذن الدقائق أولاً، آخر إيش بنحكي الساعات. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعاً في أفعال وكلمات مرت معنا، هي كتبت لكم إياها على الدفتر، يا ريت يكون معكم دفتر زي دفترنا. and ask your mom to help you. brush you for she brushed brushed. talk يتحدث talked talked. do يعمل did done. get up ينهض got up got up. forget ينسى forgot forgotten. wash يغسل washed washed. listen to يستمع إلى listen to listen to. run your code run run. بعيد الأفعال كمان مرة، يلا عيدوا معايا. read with me mama. brush يفرشي brushed brushed. talk يتحدث talked talked. do يعمل did done. get up ينهض got up. لا got up got up. yes we have wash يغسل washed washed. forget ينسى forgot forgotten. listen to listen to listen to. we have run your code run run. how are you okay. talk يتحدث talk about you تحدث عنك. forget ينسى forgot forgotten عادي لما بنعيد فعل. التكرار علاج النسيان. go يذهب went gone. school book كتاب مدرسي school books كتب مدرسية. mosque مسجد. bike دراجة هوائية. get up late ينهض متأخر and get up early ينهض مبكرا. نروح نرجع لكتابنا عشان ندرسهم على الكتاب بطريقة سهلة. بيج 5 تيرن تو بيج 5 في الاكتيفيتي بوك الكالرليس 1 الكتاب الغير ملون. كالرليس غير ملون. ask and answer. جود sit down here. what's the time ما الوقت. طلعوا كيف انا وياكو. هلا في عنا العقرب الكبير وين جاي على الثلاثة، يعني ربع ساعة حكينا. شو حكينا؟ ربع ساعة يعني quarter. وهون جهة الباست be with me ماما. هون جهة الباست والجهة الثانية جهة اليسار سميناها جهة التو الإلا. هلا كل العقرب الكبير على الثلاثة في 15 دقيقة، من 12 للوحدة 5 minutes، من الوحدة للتنتين كمان 5 minutes وكمان 5 minutes. ال 15 minutes عبارة عن quarter ربع ساعة، يعني ربع الستين، صح؟ إذا we have حكينا الدقائق أولا يعني quarter past، والعقرب الصغير اللي هو عقرب الساعات جاي على التسعة quarter past nine. quarter
It's طبعا يعني the time is. الوقت هو. What's the time? الوقت هو. Yes. Wait. It's quarter past nine. It's quarter past nine. شو يعني؟ تسعة وربع. تسعة وربع. هم عاملينها على فكرة هي هضن. It's a quarter past nine. تسعة وربع. تاني. طلعوا وين العقرب الكبير جاي على جهة التو الا جهة اليسار اللي هي جهة التو يعني it's a quarter to three. العقرب الساعة جاي على التلاتة. It's a quarter to three. The next one. العقرب الكبير جاي على النص ليليان. العقرب الكبير جاي على النص. It's half past. Half past four. Yes. Half past four. لأنه العقرب الصغير العقرب الساعات جاي على الفور. It's half past four. Yes. The next one. It's العقرب إيش جاي على 12. لما يكون جاي على 12 إيش الساعة بتكون؟ بالضبط يعني أكلك يعني يا جود. بالضبط يعني أكلوك تماما. It's 11 أكلوك. تخيلوا هاي الساعة لو كانت العقرب الصغير على 10 It's 10 أكلوك. لو كانت على 9 It's 9 أكلوك. لو على 8 It's 8 أكلوك. لو على 7 7 أكلوك. على 6 6 أكلوك. إلى آخره. Okay. نعيد الساعات كمان مرة. It's quarter past 9. Quarter to 3. Half past 4. 11 o'clock. Yes, complete. في عنا activities, أنشطة. النشاط اللي دايما بعمله بدنا نحط له always. والنشاط اللي never ما بعمله بدنا نحط له never. اتفقنا؟ Yes. The first one. I always brush my teeth after breakfast. دائما بفرشي أسناني بعد الفطور. الثانية. Talk in the library. أتحدث في المكتبة. I never talk in the library. أبدا ما بتحدث بالمكتبة. Number three. I do my homework after school. I always do my homework after school. بعمل واجبي البيتي بعد المدرسة. The next one, number four. I get up late. أنهض متأخر. أكيد never. أبدا ما بنهض متأخر. I sleep early to get up early. بنام مبكرا لأنهض مبكرا. I sleep early to get up early. Number five. I forget my school books. إني أنا أنسى كتب المدرسية. I never. أبدا ما بنسى كتب المدرسية. The last one, number six. Listen to my teacher. I always listen to my teacher. أستمع لمعلمي. I want to read it again. Help me. I always brush my teeth after school. أنا دائما أفرش أسناني بعد المدرسة. I never talk in the library. أبدا ما بتكلم بالمكتبة أو ما بتحدث بالمكتبة. Number three, I do my homework after school. I always do my homework after school. Number four, get up late. I never get up late. أبدا ما بنهض متأخر. Number five. I never forget my school books. أبدا ما بنسى كتب المدرسية. Listen to my teacher. I always listen to my teacher. دائما بستمع لمعلمي. هلأ we have number five turn. To number five بالستودنت أو بالبيوبلز بوك الكلر فول بوك الكتاب الملون. في ساعتين ساعة حاطين عليها إشارة الصح معناها هو الأكتيفيتي بيعمله بالساعة هاي always واللي حاطين عليها إكس اللي هي تبعت النيفر تبعت شو النيفر. Look and see انظر وقل. Okay. إيش النشاط اللي موجود عندنا هون؟ Get up ينهض. شو النشاط الموجود عندنا؟ get up ينهض. نشوف هنا مين الشخصية؟ علي. مين الشخصية؟ علي. okay we have مش حاسة واضح كمان مرة. علي always
gets up at 6 o'clock. علي دائما ينهض الساعة 6 تماما. Okay. He ما منرد نحكي علي، منرد نحكي هي، منرجع عليه ضمير. He never gets up at quarter past 6. أبدا ما بينهض الساعة 6:15. شايفين لأن حاطين عليها إكس. كمان مرة علي، طلعوا كيف هم عاملين الإكزامبل، نشوف حكينا صح. حكينا صح، علي always gets up at 6 o'clock. He never gets up at quarter past 6. The next one، إيش النشاط اللي بيعمله؟ Have breakfast. لأنه علي بنحكي له has. علي always has his breakfast at 6:30. علي never has his breakfast at 6:45. 7 إلا ربع. هون علي always goes to school، دائما بذهب للمدرسة at 7 o'clock. سوري. علي never goes، طلع كيف ضفنا لها الاس، to school. علي never goes to school at quarter past 7. 7:15 دائما بروح على 7 وما بيذهب على 7:15. الساعات، علي starts، كل ضفنا اس لانه علي بيبدا المدرسة at 8 o'clock. At 8 o'clock. Ali never starts school at 7:30. الساعة اللي حاطين عليها صح هي الصح. Ali always does his homework at، دائما بيعمل واجبه البيتي، quarter past three. Ali never does his homework at 6:45. 6:45. Ali goes to bed at 8 o'clock. بروح للفراش أو بنام يعني. يعني sleep. تماما. بالضبط. تماما. He never أبدا goes to bed at 9 o'clock. Okay. يعني الاشي اللي دايما بيعمله بنحط له always، والاشي اللي ابدا ما بيعمله بنحط له never. Talk about you، تحدث عنك. I always brush my teeth twice a day. انا دائما هون. يلا انا وياكم مع بعض. I always brush my teeth، انا دائما افرشي اسناني twice a day، مرتين باليوم. I never talk in the library، ابدا ما بتحدث بالمكتبة، بس مع الاي بطلنا نحط الاس للفعل. Get up late، انهض متأخر. I never get up late. Run in the classroom، I never run in the classroom، ابدا ما بركض في غرفة الصف. Eat in the class او in class، اني انا اكل بالصف او بالحصة. I never eat in the class. Do my homework، I always do my homework، دائما بعمل واجب البيتي. Brush my teeth، I always brush، لا brush my hair، مشط شعري. شفتوا كيف البرش؟ البرش مع الشعر معناها يفرشي، ومع التيث معناها مع الشعر معناها يفرشي أو يمشط، مع التيث معناها يفرشي. كمان مرة، brush my hair ومشط شعري، وbrush my teeth وفرشي أسناني. كمان مرة، sorry. Brush my hair ومشط شعري. Brush my teeth وفرشي أسناني. I always brush my hair و I always brush my teeth. كمان صح. I wash my hands، أغسل يداي before I eat. I always wash my hands before I eat or before eating. Forget my school bag box، I never أبدا ما بنسى my school box، كتب المدرسية. Go to the mosque by bike، إن أذهب للمسجد عن طريق الدراجة. I never go to the mosque by bike أبدا. إذا بدنا نحط always بنقدر نحكي I always go to the mosque by bike، بوسط الدراجة الهوائية. بعيد talk about you كمان مرة. النشاط اللي بتحسوا حالكم بتعملوه احكوا I always، اللي بتحسوا حالكم ما بتعملوه رد احكي I never. احكي له جيب ابنك عادي.
I always brush my teeth twice a day. دائما انه انا بفرشي اسناني مرتين باليوم. Talk in the library. I never ابدا ما بحكي بالمكتبة. Get up late انهض متأخر. I never اركض في غرفة الصف. Run in the classroom. I never run in the classroom. اكل بالصف. I never eat in the class. ابدا. Do my homework. I always دائما do my homework. بعمل واجب البيتي. Brush my hair. بمشط شعري. I always brush my hair. بمشط شعري. Wash my hands before I eat. I always دائما بغسل يداي before I eat or before eating قبل ما أكل. I forget my school books. I never أبدا ما بنسى my school books كتب المدرسية. Go to the mosque. يمكن الأشياء اللي دائما نعملها أو never نتفق عليها بالأنشطة هاي الموجودة عندنا in your book في كتابكم or in our book في كتابنا. Go to the mosque by bike. إن أذهب للمسجد عن طريق البايك يا إما بقدر أحط I always أو I never. Go to the mosque by bike. Yes, thank you for your listening and have a nice time.